السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بالف صحه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مع وصفه جديده. غادي نديروا واحد الكراتان ديال البطاطا كيف ما تتشوفوا هنا. درتها تسلق بشويه ديال الملحه، من بعد ما تتسلق ليا كنديرها في العجانه. يعني غندير لها واحد الدبره خفيفه مع جوج معالق ديال الزبده مع شويه الملحه وشويه البزار في حاله اذا كان خاصه الملحه، لانه كتسلقوها بالملحه. وكنطحنها وهي سخونه بطبيعه الحال باش كتسهل عليا انني نطحنها. فهنايا من بعد ما طحنات لي البطاطا، يعني كنحاول نحصل على لا تيكستور اللي بغيت. فكتشوفوا بانه ملي غادي ديروها ما بين يديكم او ما بين سبعان يديكم، يعني شفتوا كيفاش كتولي. ودابا غادي ندوز للحشوه. الحشوه غادي ندير واحد شويه ديال الزبده والزيت، وغادي ندير واحد ريز ديال الثومه، وغادي نضيف عليه البصله مقطعه، يعني مقطعه رقيقه مش رقيقه، باش تقدر طيب لينا في ظرف وجيز. ودائما تنخليوها على عافيه مهيله. من بعد كنضيف المكونات اللي غادي ندير هنا، واحد المعلقه ديال التوابل ديال الدجاج مع شويه ديال بابريكا، يعني تحميره حلوه، بابريكا حلوه. وغادي ندير شويه ديال الابزار، وغادي نضيف شويه ديال السكينجبير، وغادي ندير واحد الراس معلقه يعني خفيف ديال القرفه، ما كنكثروش بزاف كيف ما تتشوفوا. وغادي نضيف طبيعه الحال الملحه الا كانت ضروريه الملحه، يعني الا ما درتوهاش في الاول كديروها من بعد. وصافي تنخلي هاد المكونات هادو حتى كي ينسجموا مع بعضياتهم واحد المده وجيزه. من بعد كنضيف صدر ديال الدجاج اللي كنتكون مقطعاه شكل دويمات او لا ايمانسي ولا الشكل اللي نتوما بغيتو تقطعوا صدر ديال الدجاج، ماشي مشكل. غادي نخليه حتى يتشحر واحد شويه مع البصله. فانا من بعد ما يطيب ليا شويه الدجاج كنضيف عليه الفلفله حمراء والفلفله خضراء وخيزو او الجزر. وعندي هنا الجلبانه، بازيلاء يعني على حسب الناس اللي تتشوف من دول اخرى. وكنضيف فقط شويه الملحه وشويه ديال الابزار، وصافي تنخلي هاد المكونات هادو حتى يطيبوا مع يعني على المده اللي هما غادي يطيبوا فيها بطبيعه الحال. وعاد غادي نكمل معاكم المرحله ديال الكراتان، فبقاو معايا بطبيعه الحال. دونك هنا كنبقاو دائما كنستمروا مره تنحركوا هاد المكونات حتى كينشف تماما كيف ما تتشوفوا، ما كيبقاش تقريبا كاع يعني الزيت. وصافي تنطفي عليه ونخليه حتى كيبرد. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا الصلصه ديال البيشاميل اللي دائما تنحضرها معاكم. دونك هنا درت واحد المعلقه تقريبا ديال الزبده ومعلقه ديال الطحين اولا جوج، لانه انا ما غاديش نحتاج كميه بزاف هاد الكراتا. وصافي تندير تقريبا جوج كيسان ديال الحليب فقط، وكندير طبيعه الحال شويه الملح في الاخر وشويه ديال الابزار. فكيف العاده يعني كنحركوا هاد المكونات هادو، كنخليهم يتحمصوا شي شويه، عاد كنضيف عليهم الحليب.
فهنا من بعد ما وجدت لي لاصوص بيشاميل غادي ندوزو باش غادي نقادو هاد الكراتان ديالنا. اول حاجه كناخدو واحد المول او واحد الكراتان اللي كيدخل الفران، تندهنو بزيت الزيتون، كندهنو مزيان الجوانب والوسط، وغادي نبدا نسرح البطاطا على الطريقه هذه. يعني غادي نقسمها على جوج، الجزء الاول غادي نسرحو، يعني الكميه الاولى غادي نديرها كطبقه اولى بالطريقه هذه. من بعد ما تنسرحها كامله وتنقادها، غادي ناخذ دابا الحشوه اللي طيبت بطبيعه الحال اللي وجدت معكم، وغادي نسرحها كطبقه ثانيه. من بعد ما كملت الطبقه الثانيه ديال الحشوه، دابا كنضيف الصوص بيشاميل كطبقه ثالثه. ومن بعد يعني في الاخير كنضيف الطبقه الاخيره وهي ديال البطاطا. هنا كنحاول نوزع على صوص بيشاميل على الحشوه كامله. انا كيبقى لي الجزء الاخير وهي الطبقه الاخيره ديال البطاطا اللي كنوضع على الشكل هذا، وعاد كنعاود نبسطها اولا كنحاول نبسطها بيدي قبل، وكنحطها يعني على الوجه ديال الحشوه، وكتكون اسهل صراحه. فانتم لكم الاختيار في الطريقه اللي بغيتوا ديروا. على عين من بعد هي ملي تطيب راه ما تيبقاش يبان كاع الوجه ديالها كيف ما درتوه، ماشي مشكل. وبطبيعه الحال كيبقى الجزء الاخير يعني الطبقه الاخيره اللي تنديرو، وهو الفرماج يعني الجبن، اي نوع ديال الجبن نتوما تفضلوا. فهنا انا درت الموتزاريلا، و من بعد كندخلوها الفران بطبيعه الحال على درجه الحراره اللي تيطيب فيها اي كراطه، وتنخرجوها من بعد ما تيتحمر لينا الوجه. ما كتاخذش الوقت بزاف لان تقريبا كل شيء طايب، يعني كنخليوها مده ديال 20 دقيقه ولا 25 دقيقه، ماشي بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكراتان من بعد ما تحمرات، وكتجي صراحه جديده. وضروري قبل ما نقول لكم مع السلامه، ما تنساوش دائما لايك، ما تنساوش مشاهده كامله، وما تنساوش تبارطاجيو مع الناس ديالكم. وضروري ما نقطع معكم واحد المورصو باش تشوفوا كيفاش كتجي. كتجي صراحه خفيفه وكتجي لذيذه، فجربوها وردوا عليا دائما في التعاليق ديالكم. و ما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه، والى وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله.